مرحبا أصدقائي، بيتكوين وضع خطير جدا، لازم تعرف تجاه البيتكوين حتى تعرف تتداول. أخبار مهمة عم تطلع خلال الساعات الماضية لازم تأثر بشكل كبير على السوق وسعر البيتكوين وسوق العملات المشفرة. طبعا أخبار رائعة جدا أدت إلى ارتفاع البيتكوين، لكن كمان في عندي نقاط سلبية لازم انتبه منها خلال الساعات القادمة. طبعا معكم عبد الله شحاده من قناة مستر كريبتو. قبل ما نبلش فيديو بتمنى تضغط زر اللايك، تشتركوا بالقناة، فعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية، ولا تنسى تنضم لقناتنا على التليجرام، الرابط موجود أسفل الفيديو والرابط موجود في بانر القناة. خليكم معنا لنهاية الفيديو تعرفوا أخبار سوق الكريبتو. طبعا أصدقائي، بعض الأخبار اللي ساعدت بارتفاع البيتكوين بالأمس إلى مناطق 30,300 هي أحد التصريحات المهمة لجيروم باول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اللي تكلم وقال إنه ممكن يتوقفوا عن رفع سعر الفائدة خلال عام 2023، يعني ممكن خلال جلسات الفائدة أو جلسات رفع الفائدة القادمة من الصادر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ما يتم رفع سعر الفائدة. هاي الأخبار اللي ساهمت برفع سعر الذهب وسعر البيتكوين، وعمل دمب كبير بالأمس مؤشر قوة الدولار أو بما يعرف بـ DXY. طبعا أصدقائي، اليوم كمان صدر خبر تاني مهم جدا، هي من شركة ريبل لاب أو من شركة عملة الـ XRP. طبعا أصدقائي، بالأمس أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوتها القضائية ضد عملة الـ XRP ومؤسس عملة الـ XRP براد جينجرهاوس وكريس لارسون. طبعا أصدقائي، اليوم صدر قرار نهائي من المحكمة على إسقاط التهمة المرفوعة على عملة XRP وشركة ريبل ورئيسها التنفيذي براد جيرنجنهاوس. قال إنه تم انتهاء من قضية XRP، هذا الشيء سبب ارتفاع بسعر XRP وارتفاع لسوق الكريبتو. هاي أول خسارة لهيئة الأوراق المالية والبورصات اللي عم بتقاضي سوق الكريبتو وعم بتتحكم بسوق الكريبتو بشكل كبير. وطبعا هيئة الأوراق المالية والبورصات عم بتهاجم من فترة طويلة سوق العملات المشفرة وسببت انخفاض البيتكوين العديد من المرات، وهاي المرة طبعا كانت سبب ارتفاع سوق العملات المشفرة بعد خسارة قوية جدا، خسارة لأهم القضايا في سوق العملات المشفرة اللي بتحدد ما هو العملات السكيورتي والعملات الكوميونتي. هذا كمان خبر اللي يساعد بارتفاع البيتكوين، لكن النقطة السلبية هو عدم كسر الترند الصاعدي اللي رسمناه بالسابق. طبعا تقريبا اكثر من 4 مرات عم نفشل بالاختراق والاقفال شمعة 4 ساعات اعلى هاي المقاومة. هذا الشيء اصدقائي اللي حاليا سبب عندي على فريم 4 ساعات شمعة عكس اتجاه. حاليا بتكون مناطق 29,500 بعد تقلص شمعة الارتفاع اللي اخترقنا منطقة 30,300، ونزلنا المرة الثانية لمناطق 29,800 وأقفلنا أسفل الترند الصاعد. حاليا بندور عند منطقة 29,600، وهي عندي كمان شمعة عكس اتجاه وممكن تسبب انخفاض إلى أسفل الترند عند مناطق 28,000 دولار. إذا ما تم إقفال شمعة 4 ساعات أعلى مناطق 30,200 فممكن نستبعد وجود صعود تكمل إلى مناطق 32,000 دولار. أصدقائي، نكون وصلنا هاي الفيديو، من الفيديو كنت نال إعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، فعل زر الجرس وضغط لايك حتى توصلك كل جديد في عالم الرقمي. مع السلامة، دمتم بخير.